فوتبول ساعتين. بحب أتكلم عن يوم الجمعة القادم. يوم الجمعة القادم مش جمعة صوفيين ولا جمعة أقباط ولا جمعة الجمعة الجاية جمعة صوار. أهداف الجمعة الجاية هي جمعة في حب مصر. إحنا في رمضان ومش غلط إن إحنا رمضان عادة يعني عادة في مصر ليه خصوصية خاصة. رمضان شهر التجمع، فكيف يكون شهر التفرقة؟ يعني عادة في رمضان الناس اللي ما بتشوفش بعض بتتقابل، العائلات بتزاور بعضها، الجيران بتزاور بعضها، فكيف للثوار أن لا يزوروا بعضهم؟ وكيف أن لهم لا يتقابلوا في ميدان التحرير؟ فجمعة الجمعة القادمة هي جمعة حب مصر، جمعة إبتي ومسلم ومصري. ده من ناحية اللي عايزين نوصلها للشارع المصري. ثانيا هي جمعة تحدي للثوار، فميدان التحرير هو ميدان الثوار، ولن نقبل ولم نقبل أن يحتل بهذه الطريقة من قبل العسكر ومن قبل الشرطة. فميداننا هو ميدان الحرية وسيظل ذلك إلى أن نحقق جميع أهداف الثورة. وسيتم استرداد ميدان التحرير يوم الجمعة القادمة، وهي جمعة سلمية، وهي جمعة في حب مصر، وهي جمعة اجتماعية، وهي جمعة رمضانية، وهي جمعة إفطار لكل شعب مصر. شكرا.